كأني معاك، كأني في حلم فيه بطلب وبتمنى، كأني هناك كأنك جاري في الجنة. كأني معاك، كأني في حلم فيه بطلب وبتمنى، كأني هناك كأنك جاري في الجنة. سامحتك ليا اسلوبك، وتوب الرحمة كان توبك، تبان في الشدة متحمل وقلبك في السلام لايق، يا أطيب قلب يا حنين، طريقنا وراك بيتكمل، يا طب وطيبة وسماحة، نصلي عليك في وقت الضيق نلاقي قلوبنا مرتاحة. يا رب انا محتاجك، محتاج لقلبي حياة، انزل لي نظرة مدد بجاه رسول الله. يا رب انا محتاجك، محتاج لقلبي حياة، انزل لي نظرة مدد بجاه رسول الله. صلواتي خمس مرات في اليوم، والمسنود بيكم حتى إن كان واقع بيقوم. بذكركم في صلواتي خمس مرات في اليوم، والمسنود بيكم حتى
وارجع على ندمان بغلط عشان انسان وارجع على ندمان الاقيك في كل مكان فتح لي باب للرجوع بذكركم في صلواتي خمس مرات في اليوم والمسمود بيكم حتى ان كان واقع بيقوم بذكركم في صلواتي خمس مرات حياة. انظر لنظرة مداد بجاه رسول الله وانا عملي فياش اش عليا مني نقلق من رزقي لاش والخالق يرزقني وانا عملي فياش اش عليا مني نقلق من رزقي لاش والخالق يرزقني
نفعك الله حاشا يضرك إنسان. إلجأ دوما لله إذا كنت بطواني. الله 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 وأنا ما في قلبي غير الله. الله 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 وأنا ما في قلبي غير الله. اللهم صل على المصطفى. أنا مالي فياش أش عليك
كلها مفروشة من ريحة النبي. والنبي يا ربنا نفسي أشوف سيدنا النبي. يا ربنا نفسي أشوف سيدنا النبي. يهزم العشرة ويأتي بي.
وسلم وبارك على سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. قلبي يحدثني بأنك متلفي، روحي فداك، عرفت أم لم تعرفي؟
شفاعة، وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله. يا نبي لك الشفاعة، وهذا مطلبي يا نبي. ضلك من كل اللي فاضلك
منك وقت الخوف ما يضلك أكتر ناس على راحتك تعبوا شقيوا عليك اتقفلت كم مرة في وشك كم واحد في الدنيا دي غشك وقعت وقمت بدعوتهم خدوا بإيديك ضلك من كل اللي فضلك أمنك وقت الخوف ما يضلك أكتر ناس على راحتك تعبوا شقيوا عليك اتقفلت كم مرة في وشك كم واحد في الدنيا دي غشك وقعت وقمت بدعوتهم خدوا بإيديك ويا أفرد ولا كشر فحضرتهم مفيش في الدنيا دي جنة إلا جنتهم ولا أفرد ولا كشر فحضرتهم مفيش في الدنيا يترضيهم يترضيهم وصدقني حياتك ماشية في الآخر بدعواتهم الحضن ده أول من ضمك من أول يوم شايلين هم الناس دي لا يمكن تتعوض بناس تانين عايزينك تبقى أحسن منهم شايفين في سعادتك سعادتهم لو دول مش أغلى الناس عندك مين الغالي يترضيهم يترضيهم وصدقني حياتك ماشية في الآخر بدعواتهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لي من أجود به سواك عند حلول الحادث العميم ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا نفس لا تقنطي من زلة عزمت إن الكبائر في الغفران كلمني لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا ربي واجعل رجائي
عاكس لديك واجعل حسابي غير منخرب والمضي عبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعوه الأول يا هازم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلاة منك دائمة على النبي منهل ومنسجم ما رمى حد على بات الباني حمصا وأطرب العيسى حاد العيس من نغم ضب الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحبي أهل التقى والنقى والحلم والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك غير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا ستين مع مئة فرج بها كربها يا واسع الكرم مولاي صل قد أتت ستين مع مئة يا ضم الشيشان يا واسع الكرم أبيادها قد أتت ستين مع مئة أكرم بها شيخنا يا واسع الكرم أبيادها قد أتت ستين مع مئة على حبيبك غير الخلق كلهم. اصبر على رزقك وتوكل كل الخير متشال قدام بكرة بإذن الله تتعدل وهتتراضى وتبقى تمام. اصبر على رزقك وتوكل كل الخير متشال قدام تتعدل وهتتراضى وتبقى تمام. اصبر تاخد درجة زيادة اصل الصبر ده احلى عبادة مش راح تاخد لا ده ولا ده لو مستعجل على الاحلام. ربك خلق الدنيا بحالها كل ما فيها في ست اليوم وينوم. اصبر وانت تنول وتلاقي
غيري ذنب رصيدي يا إلهي قلب مدى من مني دن رندوك كسيهتي إنسان مني يا أتما محمد يا رسول الله كان صلى الله عليه وسلم عنده رحمة خاصة وعناية خاصة بالناس اللي بيسيئوا ليه، بالناس اللي بيحطموه، بالناس اللي بيحاولوا ان هم يحبطوه عن اللي بيعملوه، فكان دائما ابدا ما يتعامل معاهم بمفهوم الرحمة والعفو. زي كده بالضبط صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة المكرمة منتصر وقال اذهبوا فأنتم الطلقاء، ماذا تظنون أني فاعل بكم وعمل فيكم إيه؟ وطبعا هم خايفين، ودخل دلوقتي منتصر بعد ما وروه كل ألوان العذاب، فقال لهم في الآخر اذهبوا فأنتم الطلقاء. وده الحقيقة في هدي نبوي وذكاء نبوي عجيب جدا، بأنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيتعامل بهذه المعاملة كان بيتعامل علشان هو رحيم وعلشان ده كده فخامة، هو كده كبير صلى الله عليه وسلم لما يعفو، والعفو عند المقدرة، وعلشان كمان يقدر يكمل ويقدر ينجح أكتر، يقدر يكمل في دعوته وفي رسالته. ودي الرسالة اللي بيعلمها لنا سيدنا يسوع صلى الله عليه وسلم، إنك مهما ساء إليك المسيئين، مهما حاولوا يحبطوك، اوعى تيأس في يوم من الأيام، واوعى تقول إنه أنا فعلا ما فيهاش فايدة، أنا فعلا زي ما أنا في عينيهم، أنا شكلي زي ما هم بالضبط،
فتبتدي انك تقع او تفكر في الانتقام منهم، فدماغك وعقلك ينشغل بالانتقام من اللي اساء اليك اكتر ما ينشغل بفكره انه انت يعني دلوقتي خلاص عايز تنجح وتبقى حاجه كويسه وقويه. ده كان من هدي صلى الله عليه وسلم، فلنفرح به صلى الله عليه وسلم انه علمنا يعني ان استطعنا نقول باللغه كده الدرجه التكات الصغيره بتاعه النجاح، وان العفو ده من شيم الرجال، وانك كده كبير وانك كده قادر تركز في شغلك وتنتج وتتحرك وهم لسه بيسيئوا اليك. ونسال الله لهم ولنا الهدايه. نفس اللي قالوا مستحيل هم اللي لسه بينداموا، احلم وما تبصش وراك وعلم الناس يحلموا. نفس اللي قالوا مستحيل هم اللي لسه بيندموا، احلم وما تبصش وراك وعلم الناس احلامه. كان نخل خليك لو أزوك بالحسنى رد، سامح وكمل زي ما انت في سكتك. العفو من شيم الرجال والناس لبعض، ما تسيبش حاجة في يوم تأخر خطوتك. كان نخل خليك لو أزوك بالحسنى رد، سامح وكمل زي ما انت في سكتك. العفو من شيم الرجال والناس لبعض، ما تسيبش حاجة في يوم تأخر خطوتك. صليت عليه حاسد بإيه دلوقتي أحسن ولا إيه ولا إيه؟ صليت عليه حاسد بإيه دلوقتي أحسن ولا إيه ولا إيه؟ ولا ايه ولا ايه؟ صليت عليه حسيت ليه دلوقتي احسن ولا ايه ولا ايه؟ اوقات تكون مخنوق ساعات خلقك يضيق وتحس انك وقتها في شدة وضيق، وتلاقي ناس حواليك واحيانا صديق بيقول لك
لك اهدى بس وصلي على النبي وتلاقي روحك تصفى ما بتعرفش ليه اول ما بتصلي وبتسلم عليه حتى اللي كان تعبك ساعتها تقوم نسي ما هي هي دي بركة صلاة تحل لوحدها ملهاش مثيل حتى النبي قال اللي ما يصليش بخيل مين فينا نفسه يكون بخيل ويا النبي سرت الملايكة تحبها تحضر أوام تسمع قلوب متطمنة بتقول حتى المثل بيقول لكل كلام مقام وما فيش مقام في الدنيا أعلى من النبي صلت علي حاسب دلوقتي أحسن Oh, my God.